طب يارا، تقولي ايه للناس اللي هم بيعملوا حاجات بيحسوا بيها ان هم بيجوا فوق طاقتهم عشان يعملوا الحاجة دي لنفسهم، لشغلهم، لاصحابهم، لولادهم، لجوازاتهم او زوجاتهم؟ تقولي ايه للناس دول؟ هي دي اصلا حاجة صح ولا غلط من وجهة نظرك؟ بصي، هي زي ما قلت لك، احنا متطلبات الحياه احنا بنختارها. يعني في الاخر احنا عندنا اختيار، دايما عندنا اختيار. و يعني انا هقول على نفسي، انا عشت عمري كله مقتنعه ان انا بالعطاء هقدر ان انا اكتسب الحب، واكتشفت ان ده غلط جدا. ان انا مهما اديت، لو انا مش سامحه ان انا اخد او ان انا ادي نفسي، محدش هيعرف يديني ازاي. في اوقات كده، عارفه اللي هم اللي اسمهم المي تايم والكلام ده، اللي هو اصلا بقى مهووس وقت لنفسي، وانا لازم احب نفسي ولازم اركز وادلع نفسي بالظبط. هو كلام مهروس، ودلوقتي الواحد بقى سامعه كتير قوي، بس هو في الاخر حقيقي، هو حقيقي جدا. ان انت محتاجه انت او انت بصراحه، عشان طبعا هو في الاخر هي اشخاص. يعني انا ماليش في جو الويمن امباورمنت للاسف، يعني بني ادمين كلهم. انا لازم ابقى كويسه عشان اقدر اخلي اللي قدامي كويسين. فانا لو هفضل اجري 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 على فارغ، هتحرق من الاخر. مهما كان الناس اللي حواليا بحبهم، ومهما كان شغلتي بحبها، لو ما استريحتش هتحرق. لازم الانسان كده، يعني صبح وليل. فاهمه؟ الكون برضه كده، فاهمه؟ يعني بالاشهر هتلاقي في وقت الدنيا بتشتي، فالدنيا كلها بترست، وبعدين وقت الربيع يعني هي كده صبح، كل حاجه فيها رست. احنا ليه ما نبقاش عندنا ده؟ ليه الواحد يشتغل 24 ساعه؟ فاهمه؟ يشتغل 12 ساعه، وبعدين يرجع يعمل حاجات للعيال، وبعدين يعمل مش عارفه ايه، وبعدين ما ينفعش.